ماركوس يبعدها ماركوس، كرة ترجع لبيكهام. المنتخب الإنجليزي لنيكي بات، داني ميلز جاءت على طول. المنتخب الإنجليزي الآن حصلها فيرناند، وهذا هو بيكهام معاه الآن رونالدو اللي راجع ورا، وبيكهام يخلصها والكرة تتخلص. التحدي قوي يا جماعة بين الإنجليز والبرازيليين، وهذا رونالدينيو يتخلص، رونالدينيو يحط لريفالدو، هذا جول جول جول، هدف برازيلي مرسوم 100%، مرسوم. مهندس يا ولد، مهندس يا رونالدينيو، مهندس يا رونالدينيو، حطها مباشرة، هو الرسام، هو المهندس، وريفالدو هذا هو المنفذ. وعلى طول شوف رونالدينيو يخترق فعلا المنتخب الإنجليزي اللي لما الدفاع بدأ يتقدم مع الهجمة، لذلك الهجمة المرتدة برازيلية سريعة جميلة. وشوف أشلي كول خلاص ضاع، سنيكلر رجع ورا، كرة واحدة ضربت من فيرناند وسول كامبل، وبالتالي تصل إلى ريفالدو اللي يسجل. ويلا قوموا، معقولة ما شاف الجول الحين، الحين سجل الجول. وإذن البرازيل 1 إنجلترا 1. لا 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 لا، المباراة راح تحلو يا جماعة، حلوة وحلوة.